السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا رمضان فوزي وانت بتشوف برنامج الفتك. من المعروف يا جماعه ان الطول الستاندر لسيخ الحديد او الطول القياسي لسيخ الحديد او الطول اللي احنا دايما متعودين نشوفه لسيخ الحديد هو 12 متر. عندك مسافه بين عمودين 14 متر. الحداد خد السيخ ال 12 وحطه من اول الركيزه دي، ما كملش معاه للركيزه الثانيه لان المسافه بين العمودين 14. الحداد لان السيخ بتاعه 12 متر بس والبلسبان او البحر بتاع القمر 14 مضطر يوصل، بس الحداد هيوصل في منطقه فيها عزومه، واحنا عارفين يا جماعه انه مرفوض وغير مسموح بالوصل في مناطق فيها عزومه او مناطق فيها اجهادات شد. ما الشروط الواجب توافرها في وصلات الشد اذا اضطررت اليها؟ ان تكون في منطقه بها عزوم او منطقه بها اجهادات شد. هذا ما سنحاول الاجابه عليه. هنبدأ يا جماعة الوصلات في منطقة الشد. أنا من الممكن أن أنا أضطر أن أنا أعمل وصلة في منطقة عزوم، وليكن مثلا يا جماعة لو فرضت أن دي كاميرا سيمبل العزم بتاعها بالشكل ده، أنا ممكن أضطر أن أنا أعمل وصلة في منطقة عزوم أو في منطقة معرضة لعزوم انحناء أو معرضة لشد. هذه المنطقة من الأفضل أن أنا ما أعملش فيها وصلة، ولكن قد أضطر ان انا اعمل وصله. فمثلا لو عندي كاميرا البحر بتاعها اكبر من 12 متر وانا عارف ان طول السيخ الستاندر 12 متر، طب ما بحر الكاميرا دي اكبر من 12 متر، اذا هحتاج ان انا اعمل وصله في منطقه عزوم او في منطقه شد. الوصله يا جماعه اللي بتعمل في منطقه الشد بتعمل بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه يا جماعه وصله بالتراكب او سبلايس كونكشن. الطريقة الثانية ويلدنج كونكشن أو وصلات باللحام. الطريقة الثالثة ميكانيكال كونكشن، وصلات ميكانيكية. أول حاجة يا جماعة نشرحها هي السبلايس كونكشن، وصلات بالتراكب، ودي الأكثر شيوعا وأكثر حالة هنتعرض ليها. زي ما قلنا يا جماعة مشكلتي في وصلات الشد إن أنا عندي كاميرا البحر بتاعها أكبر من 12 متر والسيخ بتاعي أصلا 12 متر، فما باجي أحط السيخ بتاعي ما بيكملش من الركيزة للركيزة، لأن أنا عندي على الأقل لابد أن السيخ يمتد من سنتر الركيزة لسنتر الركيزة. فلما جيت حطيت السيخ ده مثلا على سبيل المثال، الحداد حط السيخ في الكاميرا دي لأن السيخ بتاعه فاضل فيه جزء ما كملش معاه لحد الركيزة، إذن الحداد يضطر يوصل الجزء ده. ايه هي شروط الوصلات بالتراكب؟ هل يجوز ان انا اوصل مجرد ما اوصل منطقة مش قادر اكمل فيها الحديد اعمل وصلاتي في المنطقة دي، ولا الكود حدد اشتراطات؟ يا جماعة الكود عمل مجموعة من الشروط كده لازم حضرتك تبقى عارفها عشان ما تيجي توصل في منطقة فيها شد. الشرط الاولاني يا جماعة انه لا يجوز الوصل في منطقة واحدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا جماعة ما ينفعش أنا أجي في النقطة دي كده وأقوم كل الأسياخ اللي عاوز أوصلها روح أوصلها في النقطة دي، لا لا توصل، ما ينفعش نوصل أكتر من 25% من الأسياخ في نقطة واحدة. يعني ما ينفعش في النقطة دي بس أكتر عدد من الأسياخ أوصله 25%. عاوزين توضيح، لو أنا كان عندي مثلا أربع أسياخ يا جماعة فاي 16 مثلا، لابد ان انا لو هوصل في نقطة واحدة ما انفعش اوصل اكتر من سيخ واحد من الاربع اسياغ دول. اذا هعمل وصلة في المكان ده مثلا، وهاجي بعديها بشوية وهعمل وصلة تانية، وهاجي بعديها بشوية وهعمل وصلة تالتة، وهاجي بعديها كمان واعمل وصلة رابعة. اذا لا يجوز الوصل اكتر من 25% من الاسياغ في نقطة واحدة. ما انفعش كنت كل الاسياغ اوصلها في المنطقة دي بس، لا وزحت الوصلات بتاعتي عملتها استجر وزحتها في مناطق مختلفة بحيث ان النقطة الواحدة ما زيدش فيها عدد الاسياخ عن كام؟ عن 25% من الاسياخ. يعني دول لو اربع اسياخ في 16 ده سيخ، وده السيخ الثاني، وده الثالث، وده الرابع، ما ينفعش اوصل اكتر من سيخ واحد من الاربعة. طب لو 8، لو 8 يا جماعة يبقى في النقطة الواحدة ما ينفعش اوصل اكتر من كام؟ اكتر من سيخين، لان انا اوصل ربع الاسياخ فقط. فبالتالي لو انا كان عندي 8 اسياخ كنت هاجي اكمل وابدا السيخ الخامس، ابدا ان انا ايه نفس الحاله الاولانيه، السيخ السادس ياخد نفس الحاله الثانيه، وهكذا لحد ما اخلص الوصلات بتاعتي. اذا الشرط الاول في الكود ان ما ينفعش اوصل في منطقه واحده
اكتر من 25%، هوزع الوصلات بتاعتي. هنيجي للشرط التاني، المسافة ما بين سنتر الوصلة وسنتر الوصلة يا جماعة الكود حددها بمسافة 1.3 طول التماسك، يعني 1.3 اللي دي، واحنا عارفين يا جماعة ان طول التماسك في حالة الشد هو 60 فاي، وفي حالة الكمبريشن او الضغط هو 40 فاي. اذن المسافة بين سنتر الوصلة والوصلة لابد انه ما يقلش عن 1.3 اللي دي، 1.3 طول التماسك. الشرط التاني ان طول الوصلة نفسه المنطقة اللي فيها اوفرلاب دي لا تقل عن اللي دي، المنطقة اللي فيها الوصلة ما تقلش عن طول التماسك. إذن المسافة ما بين سنتر الوصلة والوصلة هيبقى دايما سنتر الوصلة دي والوصلة اللي بعدها، قلنا يا جماعة 1.3 اللي دي، قلنا مسافة الوصلة نفسها يا جماعة هتبقى دايما اللي دي. ده كان الشرط التاني اللي الكود فرضوا عليا وانا بوصل وصلات في منطقة الشد. الشرط التالت ان عدد الاسياخ عند القطاع الموصول، يعني في المنطقة اللي بوصل فيها، لابد ان هو يكون ضعف التسليح اللازم عند هذا القطاع. يعني معنى الكلام ده يا جماعة، معنى الكلام ان لو عندك الكاميرا دي وكانت ترسم لها عزوم، وانا هوصل في المنطقة دي شكل العزوم بالشكل ده، وانا هوصل في المنطقة دي شفت عدد الاسياخ هنا في المنطقة دي كده عطاني 2 فاي 16، لابد ان انا استخدم ضعف عدد الاسياخ دي يا جماعة. يبقى هستخدم كام؟ بعد ما جبت من التسليح او من المعادلات بتاع التسليح عدد التسليح بتاعها قد ايه، اجي ازود التسليح ده ضعف القيمة، هنخلي الاتنين 16 دي تبقى كام؟ 4 فاي 16. اذا التسليح الجديد اللي هستخدمه في منطقة الوصل انا حاسبه صحيح 2 16، ولكن اللي هنفذه بسبب وجود الوصلات 4 فاي 16. ودول كانوا اهم 3 اشتراطات الكود اشترطهم علي. نراجع بسرعة كده يا جماعة، لا يجوز الوصل في منطقة واحدة، هوزع الوصلات بتاعتي بالشكل اللي احنا قلناه، وصلاتي وليكن كده، المسافة بين سنتر الوصلة والوصلة هو 1.3 اللي دي، مسافة الوصلة نفسها اللي دي، عدد الأسياخ المستخدمة في القطاع الموصول يبقى ضعف الأسياخ. الشرط الأخير اللي حط الكود معانا يا جماعة قال إن الوصلات دي تبادلية. تبادلية يعني إيه؟ لو أنا افترضت إن أنا عندي 4 أسياخ وعاوز أوزعهم يا جماعة، لو افترضت إن ده السيخ الأول وصلته ناحية الشمال من الكاميرا، أخلي السيخ اللي بعده على طول ما يبقى فيه وصلة في ناحية الشمال بس وصلته تبقى يمين الكاميرا، وهكذا السيخ اللي بعده يبقى شمال الكاميرا الوصلة، الوصلة السيخ اللي بعده يبقى الوصلة يمين الكاميرا. يبقى أنا كده المنطقة دي فيها السيخ الأول موصول، التاني مش موصول في نفس القطاع، يبقى القطاع الواحد السيخ الأول موصول، التاني مش موصول، التالت موصول، الرابع مش موصول. وده يا جماعة هيبقى كويس جدا لمقومة العزوم في القطاع ده. آخر نقطة يا جماعة في السبلايس لينز، الكود قال للتسهيل أنا ممكن بدل ما تعبك وخليك توصل 25% من الأسياخ في القطاع الواحد أو في النقطة الواحدة، ممكن أخليك توصل 50% من الأسياخ، ولكن بشرط. إيه الشرط ده؟ إن طول الوصلة بدل ما تاخده اللي دي تاخده 1.3 اللي دي، وتلتزم إن المسافة بين الوصلات يا جماعة أو بين سنتر الوصلة والوصلة يبقى أيضا 1.3 اللي دي. إذن لو أنا خليت طول الوصلة بتاعتي 1.3 اللي دي، ينفع أوصل 50% من الأسياخ في القطاع الواحد بدل ما أوصل 25%، فبالتالي قصة إن أنا أقعد أعمل استجرد هتخف عليا شوية، بدل ما أعمل 4 استجرد لا هيبقى هما 2 بس، هيبقوا بكام معايا؟ يبقى دول يا جماعة كده لو أنا خدت إن المسافة بتاع التراكب دي 1.3 اللي دي، وزي ما قلنا اللي دي يعني 60 فاي، لأن احنا شغالين في الشد أو 60 القطر، يعني بدل ما انا كنت هعمل الاستجرد بتاعي بالشكل ده لا هيخف عليا، ويبقى بدل ما اعمله في 4 نقط ممكن اعمله في 2 نقط، اعمله في ايه؟ في 2 نقط. يبقى بالشكل ده يا جماعة.
اقدر اعمل التوصيلات بتاعتي كلها في نقطتين بس، السيخ الاول كده والسيخ الثاني والسيخ الثالث يبقى في نفس مكان السيخ الاول، والسيخ الرابع يبقى في مكان السيخ الايه الثاني، يبقى الاولاني والثالث هيبقوا مع بعض، والثاني والرابع هيبقوا مع بعض، الكونكشن بتاعتهم واحده، والاولاني والثالث الكونكشن بتاعتهم واحده. يبقى انا عملت استجر، عملت اتنين بس ما عملتش اربعه، بس كان بشرط ان انا تبقى طول الوصله كام يا جماعه؟ 1.3 × 10 ال دي. يبقى نكرر تاني يا جماعه اخر اشتراطات الكود عمله، اخر اشتراط ان الكود قال للتسهيل ممكن لو خدت لي طول الوصله بدل ال دي خدتها 1.3 × 10 ال دي، ممكن اخليك توصل 50% من الاسياخ في القطاع الواحد بدل 25%، وبالتالي عد الاستجر ده يقل، وده هيبقى اسهل لينا في التنفيذ. تاني طريقة يا جماعة للتوصيل او للوصلات في منطقة الشد، وصلات الويلدنج كونكشن، وصلات باللحام يا جماعة، ودي ليها اشتراطين في منتهى الاهمية، ان قطر السيخ الفاي بتاع السيخ يا جماعة تبقى اكبر من 16 ملي، وكلنا عارفين طبعا ليه اكبر من 16 ملي، لان لو كان عندي سيخ يا جماعة القطر بتاعه 10 ملي هيبقى مجرد ما هيتأثر باللحام هيتأثر القطر بتاعه وهيقل القطر بتاعه، قطر السيخ نفسه يا جماعة هيتأثر بالحرارة اللي طالعة من اللحام، فبالتالي هيأثر كمان على قوة تحمل السيخ ده للشد. فالكود اشترط ان الفاي بتاعتنا لازم تبقى اكبر من 16 ملي. طيب الوصلات يا جماعة، الوصلات بتاعتنا طولها 1.3 × 10 اللي دي ايضا، تمام. الحاجة التانية ان المسافة ما بين سنتر الوصلة والوصلة ما يقلش عن 75 سنتي، ودول كانوا الشرطين الاساسيين اللي في الوصلات باللحام. اخر نوع من الوصلات في منطقة الشد يا جماعة هي الوصلات الميكانيكية، والوصلات الميكانيكية دي يا جماعة ليها شرطين في منتهى الاهمية، ان هي تنفذ مع الاقطار دايما الاكبر من 16 ملي، وقلنا السبب يا جماعة من شوية ان قلنا في منطقة اللحام مثلا كنا عندنا مشكلة في ايه، انا السيخ لو ده 10 والتاني هذا السيخ 10 وبلحمهم مع بعض، الحرارة الناتجة عن طريق بنطة اللحام دي يا جماعة هتقلل لي السمك او هتقلل لي القطر بتاع السيخ، فبالتالي هتقلل لي من مقاومة السيخ ده لإجهادات الشد. طيب الألوزة مشكلتها ايه؟ مشكلتها يا جماعة ان انا كمان الألوزة بتقلل لي سمك او قطر السيخ ايضا، سنون الألوزة دي بتقلل لي قطر او سمك السيخ ايضا، عشان كده تنفذ مع الاقطار الاكبر من 16 ملي، هي الافضل مع نظيرتها مع الاقطار الاكبر من 28 ملي. يعني لا يفضل خالص، لا يفضل استخدام السبلايس او الويلد وصلات التراقب واللحام مع الاقطار الاعلى من 28 ملي. الاقطار الاعلى من 28 ملي لا يفضل معاها خالص اللحام، ولا يفضل معاها يا جماعة السبلايس، نفضل معاها دايما الوصلات الميكانيكية. الفيديو اتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومه، وكن قدرنا نعرف الفرق بين وصلات الشد الثلاثه، السبلايس والويلدنج والميكانيكال، وعرفنا ان افضلهم الميكانيكال بس ليها شرطين طبعا، ان هي لابد ان يكون قطر السيخ اكبر من 16 ملي. الحاجه الثانيه ان تفضل مع الاقطار اللي هي اكبر من 28 ملي. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.